اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلي رئيس مجلس الوزراء ان التعاون الامني الدولي يشهد اهميه متناميه لمواجهه كافه التحديات الامر الذي يتطلب معه توحيد الجهود بما يسهم في تعزيز مسار التنميه التي تحقق آمال وتطلعات الشعوب منوها سموه بما تطلع به الولايات المتحده الامريكيه الصديقه من دور كبير في ترسيخ دعائم الامن والاستقرار والسلام في المنطقه مؤكدا سموه دعم مملكه البحرين لهذه الجهود والمساعي لحفظ الاستقرار الاقليمي والدولي جاء ذلك لدى لقاء سموه اليوم سعاده السيد لويد اوستون وزير الدفاع بالولايات المتحده الامريكيه الصديقه والوفد المرافق بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفه الخليفه وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن لنعيمي وزير شؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر لنعيمي رئيس هيئة الأركان وذلك في إطار انعقاد أعمال منتدى حوار المنامة 2021 حيث رحب سموه بالضيف والوفد المرافق منوها سموه بالعلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين الصديقين هذا وتم خلال اللقاء استعراض المحاور التي تطرق اليها المنتدى واهميتها في تقريب وجهات النظر حول المستجدات في المنطقه وتوحيد الجهود لمواجهه التحديات بما يسهم في تعزيز الامن والاستقرار اقليميا وعالميا، كما تم استعراض مسار العلاقات الثنائيه المتميزه بين مملكه البحرين والولايات المتحده الامريكيه وسبل تعزيزها وبخاصه في المجالات العسكريه والدفاعيه بما يحقق المصالح المشتركه للبلدين. والشعبين الصديقين